حضرتك او حضرتك تكونوا بتتابعوا الجريمه دي وانتوا مستغربين ومندهشين جدا، نربطه بجزء في مجتمعنا علينا ان احنا نعترف بيه، انه لغايه النهارده احنا ما بنعترفش بحاجه اسمها المرض النفسي، او بنتعامل معاه على انه وصمه وانه ما ينفعش يتم الاعلان عنه، وانه ما ينفعش ان احنا نروح للدكتور النفسي علشان يشوف احنا عندنا مشكله فعلا، المشكله دي يتم علاجها ازاي. ممكن جدا الست دي كانت بتمر بازمات نفسيه او واصله لدرجه المرض النفسي، وعيلتها او جوزها او بيتها مش عايزين يعلنوا الكلام ده، او مش عايزين حتى يعترفوا بانه الموضوع ده هو حقيقي او هو واقع، ودي كانت النتيجه. ازاي نقدر نغير الطريقه دي في التفكير عند المصريين عندنا كلنا؟ ازاي نقدر نغير الطريقه دي في التفكير على مستوى المجتمع قبل ما يحصل انفجار، وقبل ما يبقى عندنا مريض نفسي في البيت احنا بننكر ان هو تعبان، او مش عايزين نعترف ولا عايزين نطلب مساعده طبيه فاهمه هي بتعمل ايه، فممكن يحصل انفجار لا قدر الله وسط حاله انكار كامله. الراجل كان بيدعي لمراته من البلاء، واحتمال كبير وتحقيقاتها تكشف عن كل ده طبعا انه ممكن كانت بتمر بمرض نفسي او عندها ازمات نفسيه ادت لمرض نفسي وسط انكار كل اللي حواليها بما فيهم الزوج. دكتور محمد المهدي، احد اهم وابرز الخبراء على مستوى الصحه النفسيه والطب النفسي في مصر، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا استاذ شريف. سؤالي بسيط جدا، اذا كانت الجريمه بطبيعه اطرافها غير طبيعيه والراجل بيدعي لمراته انه يرفع عنها البلاء، هل احنا عندنا حالات مرضى نفسيين مسكوت عنهم وبيتم انكارهم في مصر، وقد ايه؟ كتير قوي يعني. الاحصاءات بتقول انه يمكن حوالي 2% من المرضى النفسيين بيروحوا للطبيب النفسي، الباقيين بقى يعني بيتفرقوا بقى، اللي بيروحوا للمشايخ، اللي بيروحوا 2% بس من المرضى المصري من المرضى النفسيين بيطلبوا مساعده الدكتور النفسي. بالظبط كده. و 98% مش على الرادار، ما بيظهروش. بيروحوا بقى لوسائل علاجيه اخرى، اما لاطباء غير متخصصين في الطب النفسي، او لمتعوذين او دجالين او سحر او كاعمال او اي حاجات من الحاجات دي. المشكله هنا بين يعني في علامات طبعا للاكتئاب وإشارات ورده في الرساله اللي هي سايباها، وهي بتقول لزوجها انا بتعذب ومش انا بتعذب وعذبتك معايا ومش قادر اعيش، واحساسها بالتقصير ناحيه اولادها واحساسها بالذنب ناحيه زوجها، كل دي علامات تشير الى الاكتئاب. طبعا لسه الطب الشرعي هيشوف تفاصيل مفهوم طبعا هي تستجوب لما تفوق وتطرح الحقيقه، لكن يعني احتمالات الاكتئاب عليها، وفي بعض المواقع ذكرت تفصيله مهمه ما اعرفش مدى تاكدها يبقى ايه، انها يعني اصيبت باكتئاب بعد الولاده الاخيره، اصيبت باكتئاب. هو ممكن اكتئاب ما بعد الولاده ده عرض طبيعي بيحصل يعني لمعظم الستات، هل ده ممكن يوصل لدرجه الاكتئاب ده، النوع ده من الاكتئاب يعني قاتل كده؟ خطورته ايه الاكتئاب بعد الولاده؟ هو ده بيظهر في من 10 ل 15% من الستات اللي بيولدوا، دي نسبه برضه مش قليله. وللاسف الشديد بيبقى مصاحب برغبه في يا اما الانتحار يا اما قتل الطفل. فنسبه انها تقتل طفلها او اطفالها 5%. وهي اتكلمت عن الولد الصغير، هي اتكلمت كمان عن الولد يعني هي قتلت الثلاثه بس ذكرت الولد الصغير تحديدا بالاسم كمان. فهنا بتبقى يعني بيبقى فيه اضطراب في التفكير مصاحب للاكتئاب. القيمة الأساسية في اضطراب التفكير اللي بتدعو إلى إنها تنتحر، إنها بتحس مع يعني وطأة الاكتئاب ببؤس الحياة وصعوبة الحياة وشقاء الحياة، فبتشعر إنها لا يعني الموت بالنسبة لها أريح. سؤال مباشر، إيه أهم إشارة على ضرورة الطلب واللجوء لدكتور نفسي في البيت تظهر يبقى في حد محتاجه؟ إنه الإشارة الأهم اللي مش ممكن إنكارها ولا السكوت عليها. هنقول الأعراض إنه بتبقى حزينة
اغلب الوقت او طول الوقت، بتعيط سبب ومن غير سبب، ما عادش ليها اي اهتمام باي حاجه، ما عادش في اي حاجه بتثير الاهتمام بتاعها او تحرك مشاعرها، لا قادره تشعر بالفرح ولا اي حاجه خالص. بعدين تهمل الواجبات الاساسيه بتاعتها. يعني لو تتبعناها نلاقي انها في الاخير في احتمال كبير انها كانت قادره تخدم ولادها، ما كانتش قادره تعمل لهم اكل، ما كانتش قادره تهتم بسلامتهم وبلبسهم وبالحاجات دي كلها. عشان كده الاحساس بالذنب الشديد انها مش قادره تكون ام كويسه ولا قادره تبقى زوجه كويسه. فالافكار بقى السلبيه اللي بتنشا جواها بتخليها تحس دايما بالتقصير وبالذنب، وانها انسانه سيئه وفاشله، وان الحياه كئيبه وبائسه وكلها شقاء ولا تستحق ان تعاش. ودي اهم. اتفضل. لا لا اتفضل. هنا بتفكر ان هي تنتحر عشان تخلص من بؤس الحياه وشقائها، بس بيصعب عليها انها تسيب اطفال زي تقول كده هيتعذبوا بعدها، وخاصة ان ابوهم مش موجود، فبتقرر انها هتنهي حياتهم قبل ما تنهي حياتها. وبنسميه قتل الشفقة او قتل الرحم. فعلى الرغم من انه القتل شيء صعب، بس هي بيبقى التصور عندها انه هي بتريحهم من هذه الحياة البائسة، وانها عشان ما تسيبهمش يتعذبوا بعدها، خاصة ان ابوهم كمان مش موجود. لما بتقتلهم بتكون يعني بتكون جزء من المشاعر العدوانيه اللي جواها اللي كانت هتقتل بيها نفسها تنفذت في عمليه قتل الابناء، فما بيبقاش فاضل عندها القدره او درجه العدوانيه اللي هي تموت نفسها، فراحت عشان تلقي بنفسها قدام الجرار. بالمناسبه يعني هذا الحادث له مثيلات كثيره في كانت سابقه، يعني كان في حي النزهه من عده سنوات حصل حادثتين شبيهتين، يمكن حضرتك تفتكرهم، المهندس اللي قتل زوجته واولاده الاثنين وبعدين حاول ينتحر ما قدرش ينتحر او فشل ان هو ينتحر. كان في وقت من الاوقات برضه شاب قتل امه كانت اذاعيه. ما هو كل الحوادث اللي حضرتك اتكلم عنها دي، يعني حضرتك بدات باهم نقطه، وهي فكره انه احنا عندنا 2% بس من الناس اللي ممكن يبقى عندهم بيعانوا من مرض نفسي، 2% بس منهم هم اللي بيطلبوا المساعده من حضرتك ومن خلال زملائك ومن خلال كل علماء وطب النفس. انا بشكرك شكرا جزيلا.